السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة برضو عن الكوكسيديا، زي ما اتكلمنا برضو قبل كده في موضوع الكوكسيديا، وقلنا ان الكوكسيديا بنعالجها بكوكسي كيور او كوكسي بان او اي منتج يكون فيه مركبات السلفة. اهو الكوكسي كيور اللي معانا النهاردة، بعد ما قلنا ان هو بناتي منه 1 جرام زي ما مكتوب اهو عند حضرتك على الكيس، 1 جرام على لتر المية لمدة 3 ايام في الوقاية، ولمدة 5 ايام في العلاج لو في اصابة، وتستمر عليه دايما لمدة 3 ايام في الشهر، ده يكون افضل. لكن لو اول مرة تأتي يأتي 3 ايام او ال5 ايام على حسب الاصابة، بعد كده تكرره مرة واحدة بعد اسبوع. تمام. طيب في دواء كمان مصاحب هنقول عليه اللي هو كابكت شراب، ده بشري. احنا ما قلناش ده في الفيديو ده، نقول ده تمن الكيس الصغير ده 10 جنيه، في منه الكيس الكبير ده 20 جرام، في منه الكيس الكبير اللي هو 100 جرام تمنه 35 جنيه. تمام. طيب هنتكلم عن دواء بشري اللي هو كابكت مركب اللي هو قدامنا ده، زي ما حضراتكم شايفين مكتوب عليه ان هو لعلاج الاسهال، يبقى ده دواء مصاحب، او ممكن تعطي منه في حالات اللي انت مش متأكد منها، يعني ان هي كوكسيديا. لكن هو هنقول المادة الفعالة بتاعته علشان لو هو اخواننا اللي في الدول العربية ملقاش الدواء بالاسم ده عنده، يلاقي المركب بتاعه اللي هو سلفا ميسو كاسازول وسراي ميسو سري ميسو بريم وسراي ميسو بريم. تمام. يبقى ده علاج للكوكسيديا. تمام. اللي هو ده. طيب الجرعة منه ايه اللي احنا بنعطيها للحمام؟ قبل ما نقول الجرعة هنقول هو لعلاج الاسهال البسيط المصحوب بعدوى بكتيرية، يعني زيه. هنقول ايه ان هو لو انت حضرتك بتاتي الفلاجيل والحاجات اللي هي المطهرات المعوية، فلاجيل او امريزول او في انتينال، هو ده شبيه بالانتينال، شبيه بالانتينال لكن في اختلاف شوية. الانتينال شراب برضو، هو شبيه منه لكن هو ده اخف منه شوية. ده على فكرة يا جماعة انا ما قلتش لحضرتك ده رخيص جدا، العبوة دي ب5 جنيه، ده ب5 جنيه مصري، رخيص جدا. طيب هو زي ما قلنا ان هو علاج مصاحب للكوكسيديا، في حالات الكوكسيديا عدوى بكتيريا لعلاج الكوكسيديا، ومصاحب لعلاج ايضا السالمونيلا، يقتل البكتيريا المسببة للاسهال، ضد الميكروبات الموجبة والسالبة، قاتل للسموم الموجودة في الامعاء، يساعد على تقوية غشاء الطائر. تمام. يساعد على ايه؟ تقوية غشاء المعدة في الطائر. طيب يعطى برضو زيه زي كل الأدوية على العطش، العطش في الصيف في الشتاء غير اللي في الصيف، نعطش في الشتاء 12 ساعة وفي الصيف بنعطش 6 ساعات. الجرعة لو هتعطي حضرتك في فم الطائر يبقى سنتي في فم الطائر. نفتح العبوة ونوريكم ازاي. اهو ازازة اهي، نرجها اول كويس لان هو بيكون بيركز. اهو
يترقي جيدا علشان ايه ما تأتيش المية بس اللي على الوش. لو هتأتي حضرتك جماعي في المية زي كده بعد تعطيش الحمام هتأتي 5 سنتي في اللتر، هي دي اللي فيها لتر المية موجود. انا اتي اهو السرنجة دي 3 سنتي، يبقى هنأتي 3 سنتي. هو فيه شبيه من الفلاجيل شوية وشبيه من امرزول اهو، الدواء ابيض اهو بس هو طبعا تركيب مختلف شوية اهو. هنأتي نقرب شوية اهو، هيخلي المية بيضة كده بقى كأن حطينا عليها لبن. نزود 3 سنتي، نحط كمان 2 سنتي عشان يبقى 5 سنتي بتوعنا اهو، 5 سنتي، ونقلبه ونقدمه للحمام. ده علاج مصاحب للكوكسيديا وفي السلمونيلا ايضا، يعالج الاسهال. طيب لو هنأتي في فم الطائر يبقى سنتي سنتي بس اهو في فم الطائر مباشرة، 5 سنتي في اللتر جماعي. ولو هتأتي في فم الطائر مباشرة يبقى سنتي في اللتر. نجيب حمامة ونوري لحضرتك ازاي. اهو الحمامة معانا، اهو حمامة هنأتيها سنتي في الفم اهو. نفتح وندخل السرنجة، متخافش اهو، ونفضي السنتي بالداخل تمام، ونسيب الحمام. خلاص كده طريقة العلاج الجماعي وطريقة العلاج الفردي. طيب هنقول اعراض الكوكسيديا وازاي تفرق بين السلمونيلا والكوكسيديا. اولا لازم تكتشف المرض مبكرا. مرض الكوكسيديا هو مرض طفيلي يصيب الامعاء ويحدث بها تضخم وثقوب، يعني لو ذبحت فرد هتلاقي ان الامعاء متضخمة وبها ثقوب او تقرحات دموية، يعني الامعاء بتتاكل، الامعاء بتتاكل، دي حاجة. وانتفاش الريش وتلاقي دماغ الطائر داخلة جوه جسمه وتدلي الاجنحة، يعني تلاقي جناح الطائر او الحمامة نازل متدلي على الارض، الطائر منعزل، وتلاقي الطائر منعزل يعني واخد جنب كده وواقف لوحده على جنب تمام، وبيمتنع وممتنع عن الاكل، واذا اكل بياكل اكل بسيط لون البراز او الزرق. لازم تاخد بالك من الزرق كويس او البراز، في البداية بيكون لون البراز بتاعه شبه مرض السلمونيلا يعني اخضر وفيه ابيض، لكن اذا جف البراز بيكون الابيض زي التباشير او الجير، يكون بيبقى زي التباشير او الجير. طيب في مرحلة متقدمة من المرض يتحول البراز الى لون ما بين الاسود والبني، يعني بيكون بني مسود زي ما بيقولهم، يعني بني غامق، ثم يتحول في المرحلة الخطر الى البني الخالص، يعني بيبقى بني خالص ويكون معاه ابيض بسيط. معنى ذلك ان الامعاء تضخمت. اخر مرحلة وهي المرحلة الاخيرة ومرحلة اللاعودة اللي يجب عليك فيها التخلص من الطائر المصاب مع اعطاء باقي الطيور علاج، اللي هو المرحلة اللي بعد كده، وهي ان يكون البراز فيه دم، يعني البراز مدمم فيه دم، يبقى كده الطائر وصل لمرحلة الموت، ثم يموت بعدها الطائر. معنى كده ان انت المفروض تتخلص من الطائر يكون افضل، انت الكسبان. الطائر تأكلت امعاءه تماما وفيه بقع حمراء نتيجة ان المرض تمكن من الامعاء. كيف ينتقل المرض للحمام؟ ينتقل بسهولة جدا ويصيب كل الحمام. والاسباب ايه؟ الاماكن الرطبة عديمة التهوية والارض المبللة، الارض المبلولة، هتسيبش الارض مبلولة اللي بيتربى فيها وبيعيش فيها طفيل الكوكسيديا تمام. ينتقل للطيور عن طريق الفم. يبقى ازاي؟ يبقى الطائر بيتنقل له مش بالتنفس، يبقى عن طريق الفم، وهو بياكل اكل مش نظيف من على الارض او بيشرب مية مش نظيفة. يعني حضرتك ما غسلتش المسائي بقالك كام يوم
والحمام بيتبرز فيها، والطائر اللي بيتبرز في الماء مصاب بيتنقل بعد كده المرض لبقية الطيور. او الاكل اللي بيتبقى على الارض زي ما قلنا، ما تسيبش اكل يتبقى على الارض، دايما دايما حط الاكل يخلص وانت واقف، ما يفضش اكل تقول اما اكل الحمام كام يوم او مرة واحدة في اليوم يفضل ياكل طول النهار، لا او طول اليوم، لا مش كويس كده، ده كده غلط. حط الاكل يخلص وانت واقف. ولو انت مربي الحمام في عيون سلك، برضو ترسل دايما المسائي وتحط الاكل بس اللي يخلص، ما تحطش اكل يفيد. بينتقل المرض ازاي؟ زي ما قلت انه بينتقل عن طريق البراز والزرق، يعني الفرد لمس البراز بمنقاره وهو بياكل او بيشرب بيصاب المرض، ويكون عندك المرض في الحمام. والخطورة ان المرض سريع البيض والانتشار في ايام قليلة، يعني بيبيض بيفضل على طول، طفيل الكوكسيديا يبيض، والمرض ايه ينتشر. يجب عليك في الحالة دي انك تنقل الحمام لمكان نظيف، وتطهر المكان وترش بكلور، ومرة بكلور ومرة بالجير، وتنظف الاماكن الرطبة، لان الجير بيقتل الطفيل ده وما بيعيش في الجير. طفيل الكوكسيديا ما بيعيش في الجير. يعني اوري لحضرتك ازاي نجيب شوية جير اهو. انا جبت شوية جير اهو زي ما كده، اهو شوية جير في ايدي كده، وانت منظف المكان مثلا. فلنفترض ان انت نظفت المكان ده اهو، ترشه كده في المكان، يبقى انت كده بعد ما نظفت المكان رشيت شوية جير زي كده، ده بيقتل طفيل الكوكسيديا اهو. نعمل كمان كده اهو، رش الجير، جير مطفي طبعا يا جماعة، انا ماسك الجير بايدي اهو، لو هو جير حي في بعض البلاد هو ما عادش موجود عندنا الا الجير حاليا ده، لكن الجير الحي محدش يمسكه بايده وما ينفعش للحكاية دي، فده اسمه جير مطفي اهو. بنرشه كده كده، يبقى انت بتقضي على طفيل الكوكسيديا ان هو ما ينتشرش بين الحمام او بين الطيور. تمام اهو، والجير امن، حتى لو الحمام كله فهو الجير امن، مفيش منه اي خطورة. انا بنرش اهو، تمام كده كده، يبقى انت حصرت المرض بتاع الحمام المصاب، ما يتنقلش لحمام تاني. تمام، زائد انك تنظف الفرش اللي تحت الزغاليل، بتنظفه وتعمل تحته بنفس الطريقة، وبعدين تفرش قش نظيف زي ما انا عملت كده للزغلولين دول اهو. انا رشش تحت القش جير اهو، باين قدامكم تحتهم الجير وبعدين القش، وبعدين حطيت الزغاليل تاني. تمام، يبقى زي ما قلنا الجير قاتل للكوكسيديا، يعني لو رشيت جير هيمنع العدوى اللي في الحمام المصاب، ما يعديش حمام تاني. البراز لما ينزل على الجير يموت على طول، والحمام برضو اللي في سلكات، الناس اللي بتربي في سلكات الصاج اللي هو بينزل فيه البراز ينظفه ويرشه بالجير، لان موضوع الكوكسيديا معدي زي ما قلنا عن طريق ان هو بيبيض بسرعة وبينتشر بسرعة بين الطيور. طبعا موضوع الرش والتطهير مع اعطاء العلاج، طيب انا هحط لكم كمان الرابط بتاع الكوكسيكيور، هو نفس الطريقة الكوكسيكيور، في صندوق الوصف اسفل الفيديو. يبقى عندنا دلوقتي حاجتين، دوايين لعلاج الكوكسيديا، الكوكسيكيور تشوف الفيديو بتاعه، وكابكت مركب اللي قلنا عليه، كابكت مركب اهو. تمام،
طيب بكده انا خلصت موضوع النهاردة. ارجو انك تكون حضرتك استفدت من موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.